رئيس الوزراء يقبل الدعوة المفتوحة لأعضاء مجتمع الفنون للمشاركة في نشاط دقيقتين يهدف إلى تكريم قوات الدفاع الوطني. اعتقال 14 مشتبها من أعضاء تنظيم الشباب وداعش الإرهابية كانوا يستعدون لهجوم إرهابي في أديس أبابا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. أعلن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد قبول دعوة مفتوحة لأعضاء مجتمع الفنون للمشاركة في نشاط دقيقتين يهدف إلى تكريم قوات الدفاع الوطني. وبحسب رئيس الوزراء فإن النشاط الذي يستغرق دقيقتين سيقام في تمام الساعة 11:20 من صباح 17 من نوفمبر 2020 تحت شعار قف لكرم قوات الدفاع الوطني. وقال رئيس الوزراء في هذه المناسبة سيقف جميع الإثيوبيين ممسكين بيدهم اليمنى على قلوبهم لمدة دقيقة وإبداء احترامهم لقوات الدفاع الوطني. وفي نهاية التحية التي استمرت دقيقة واحدة تم الإشادة بشجاعة قواتنا لدقيقة واحدة. وحث رئيس الوزراء أبي الجميع على المشاركة وإنجاح هذا الحدث في مختلف أماكن العمل والمنازل. أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني اعتقال 14 من المشتبه بهم والمنتظمين لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابية كانوا يستعدون لهجوم إرهابي في أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد. وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني في بيان صحفي أرسله لوسائل الإعلام إن المخططين تم تجنيدهم وتدريبهم من قبل عملاء المنظمتين الإرهابيتين الذين أخذوا المهمة من الخارج. يشار إلى أن المتآمرين تم احتجازهم أثناء التحضير لهجوم إرهابي في أجزاء مختلفة من البلاد من خلال متابعة التحقيقات عن كثب بالتعاون مع قوات الأمن الإثيوبي. وذكر البيان أن البعثة الإرهابية حاولت استغلال الوضع المتعلق بحملة إنفاذ القانون الإثيوبية ضد زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حيث تم العثور على أحد أعضاء جماعة الشباب الذي دخل أديس أبابا منسقا لمؤامرة إرهابية بناء على صلة ومهمة مباشرة تلقاها من الضباط الأعلى للجماعة في الصومال. وبعد اكتشاف المؤامرة الإرهابية ألقى جهاز المخابرات والأمن الوطني القبض على عدد من هؤلاء الأشخاص المشتبه بهم. سيطرت قوات الدفاع الوطني وقوات الأمهرة الخاصة على منطقتي واغا وطوموغا بالقرب من مدينة ألاماتا بالإضافة إلى المناطق المحررة من الجماعة المتطرفة حول هذه المناطق، كما أن عددا من أعضاء الجيش الخاص لجبهة تحرير تيغراي قد تم تسلمهم وذلك بعد أن استسلموا. ويقول سكان محليون أيضا أنهم تعرضوا لقمع شديد في السنوات الأخيرة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتطرفة. ويقوم أعضاء قوات الدفاع الوطني وقوات الأمهر الخاصة بتحرير المناطق من العناصر المخربة وهي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأن على شعب تيغراي الوقوف إلى جانب الحكومة ضد محاولة هذه القوات المناوئة للسلام والتي قامت بتدمير البلاد. قال رئيس إقليم الأمهرة أن على الشعب والأحزاب السياسية المتنافسة والحكومة أن تقف معا لهزيمة أعدائها من جبهة تحرير تيغراي والتي فتحت النار على قوات الدفاع الوطني مؤخرا. وجاء ذلك أثناء عقد اجتماع لمجلس علماء الأمهرة وجمعيات عمومية في أديس أبابا. وقال إن الشعب والأحزاب السياسية المتنافسة والحكومة يقفون معا لهزيمة أعدائنا الذين يريدون زيادة معاناتنا من خلال تقسيم الشعوب والبلاد. وقال رئيس الإقليم يجب أن نتفق على الأسئلة الأساسية لشعبنا والأجندات التي يتم تحديدها معا بغض النظر عن الآراء السياسية والأيديولوجيات المختلفة في البلاد.
وقال رئيس إقليم الأمهر إن المؤتمر يعمل على تلبية تطلعات الشعب والوطن، مشيرا إلى أن المسؤولين التنفيذيين والعلماء يجب أن يعملوا معا لإنجاح هذه المهمة، مضيفا أيضا إلى أن مجلس إقليم الأمهر يعمل على تنفيذ الآراء التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل. قال رئيس إقليم الهرري إن الثقافات واللغات والقيم والهويات للأمم والشعوب الإثيوبية قد تم تبادلها على مر القرون، ويجب اعتبارها مصدرا للقوة والوحدة بدلا من الانقسامات. وقال الرئيس أوردين إن الشعلة القومية الوحدة يجب أن تستخدم كقيمة مشتركة تحافظ على الوحدة وتسرع من الازدهار. وأشار إلى أن مسألة المشاركة والمنفعة المتساوية للأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية، والتي كانت فجوة واسعة في الممارسات، قد قطعت شوطا طويلا منذ إجراء الإصلاحات الجارية في البلاد. ومع ذلك لا يزال هنالك عمل يتعين القيام به لضمان المساواة والوحدة والازدهار. وقال إن يوم الأمم والشعوب والقوميات الإثيوبية هذا العام، والذي يحتفل به تحت شعار المساواة والوحدة الوطنية من أجل الرخاء المشترك، لا ينبغي أن تبدأ بالفرح والاحتفال مثل المهرجانات الأخرى فحسب، بل يجب أن يتم من خلالها تنفيذ نتائج ملموسة. استمرت المظاهرات التي تندد بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها العصابات العسكرية لجبهة تحرير تجراي ضد قوات الدفاع الوطني والمدنيين الأبرياء، وذلك خلال اليوم الثالث على التوالي في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتظاهر مئات من سكان البلدة ولايتا وسودو إلى الشوارع حاملين لافتات تحمل شعارات تندد بالخيانة التي ارتكبتها العصابات العسكرية في جبهة تحرير تجراي ضد الشعب وضد الجيش وانتهاكات سيادة الأمة بشكل عام. وأعرب المتظاهرون الذين خرجوا من مناطق مختلفة من بلدة ولايتا وتجمعوا في ملعب، حيث أعربوا عن دعمهم القوي لإجراء إنفاذ القانون التي يتم اتخاذها ضد هذه القوات المناوئة للسلام. ودعا مدير منطقة ولايتا الدكتور اندرياس جيتا المجتمع لتقديم الدعم لقوات الدفاع الوطنية والحفاظ على الأمن والمنطقة بعيون يقظة. كما تبرع المتظاهرون بالدم في هذه المناسبة. وفي خبر مماثل، انضم المئات من المتظاهرين من مختلف مناطق غرب هارارجي إلى المسيرة التي عقدت في بلدة هارومايا، حيث ندد المتظاهرون بالخيانة الوطنية التي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على قوات الدفاع الوطني. وردد المتظاهرون في بلدة هارومايا مختلف الشعارات التي تندد بأعمال العنف التي قامت بها هذه القوات التخريبية ضد قوات الدفاع الوطني. أثيوبية وأنا متشوقة لأرى سد النهضة. أنا إفريقي وأنا أؤمن بالتضامن في استخدام الموارد المشتركة. والنقطة الثانية، أنا بنستخدم الكهرباء في المواد الكهربائية لمحاربة الفقر والتخلف، وهذا هو هدفنا ليس أكثر من هذا. وأرجو أن تفهمنا جيدا، نحن لا نريد الضرر للآخرين وإنما نريد التعاون معكم. شهد العالم الكثير من السدود، وسد النهضة سد مثل غيره. كل ما ينطبق على تلك السدود ينطبق على سد النهضة أيضا. النيل ثقافة مغروزة فينا في شتى النواحي. النيل هوية عرف الكثير كأبنائه. النيل حياة يعيش الكثير حولها. سد النهضة هو حق تاريخي مكتسب بنيناه بجهودنا وبإرادتنا بعد توفيق الله عز وجل، فلنحافظ على هذه الرسالة لنوضح للعالم بأن سد النهضة ما
مصدر سلام وتعاون مشترك بيننا وبين أشقائنا في جمهورية مصر العربية. إن بناء السدود في الأراضي المرتفعة بدلاً من السدود المبنية في المناطق الصحراوية سيقلل من خطر التبخر. سد النهضة سيكون مداراً لتصدير الطاقة المتجددة والنقية لأثيوبيا والدول الأفريقية بأسعار معقولة. لا يمكن أن نرضى ولا يمكن أن نقبل أن يعيش جل شعبنا في ظلام دامس، في فقر مدقع. أن سد النهضة سد تنموي وسد إيجابي لكل يعني مناطق دول حوض النيل الشرقي، ونقول مبروك للسودان، مبروك لأثيوبيا، ومبروك أيضا للشعب المصري الذي لن يتضرر من هذا السد. يجب أن يكون للنيل مصدر للوحدة، دافعا للتطور، مساحة للسلام. إذن ماذا ننتظر؟ يدا بيد من ننتفع بهبة الله الثمينة بعلم وعقلانية. تلقى رئيس إقليم أوروميا شملس عبديسا ووزير الدفاع دكتور كنايا ديتا دعما ماليا وماديا تبرع به سكان منطقة أرسي وضواحيها، وذلك أثناء تنظيم مظاهرة سلمية لتنديد بالهجوم التخريبي لجبهة تحرير تجراي التي قامت بقتل قوات الدفاع الوطني. وشارك في الاحتجاج سكان من منطقة عروسي مطالبين بتكثيف حملة إنفاذ القانون على هؤلاء الخونة، كما حذر المشاركون هذه القوى التي تعمل على زعزعة السلام في البلاد بالامتناع عن أفعالها. وأضاف السكان أنهم يدعمون الحملة الحكومية لإنفاذ القانون بالدعم المالي والمادي وغيرهم من المساعدات لتدمير هذه القوات المناوئة للسلام. هذا وتم جمع أكثر من 3 ملايين بر بهذه المناسبة لدعم الجهود المبذولة لمكافحة هذه القوات المناوئة للسلام. أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تسجيل 564 حالة جديدة للإصابة بالكوفيد-19، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 102,321 حالة. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 6,343 شخصا خلال الساعات 24 الماضية. وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس الكورونا في إثيوبيا بلغ 63,675 حالة شفاء، فيما سجلت البلاد 1,565 حالة وفاة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة. شارك الآلاف من أمصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرات بالعاصمة واشنطن، وذلك دعما لمزاعمه بحدوث مخالفات في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة. وانضم إلى المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام أعضاء من الجماعات اليمينية المتطرفة بمن فيها جماعات برادو بوينز، وكان بعضهم يرتدي خودات وسترات واقية من الرصاص. وفي وقت سابق احتشد متظاهرون حول الموكب الرئاسي أثناء توجه ترامب إلى أحد ملاعب الجولف الخاصة به، وفاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر الحالي. أعزائنا المشاهدين، بهذا القدر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى نلتقي بكم في لقاء مماثل. أرجو لكم